عاصفة قطبية هي الأكثر برودة على الإطلاق، تجتاح معظم أنحاء الولايات المتحدة. أسفرت عن سقوط قتلى بسبب حوادث سير وانقطاع الكهرباء عن أكثر من 800 ألف شخص وتقطع السبل بالألاف مع إلغاء رحلات طيران عشية الاحتفال بعيد الميلاد. ومع ارتفاع الطلب على التدفئة زاد الضغط على أنظمة الطاقة في جميع أنحاء البلاد، ما تسبب في إلحاق الضرر بخطوط الكهرباء بسبب العاصفة. وأدت الإضرابات إلى قلب الروتين اليومي وخطط العطلات لملايين الأمريكيين خلال واحدة من أكثر مواسم السفر ازدحاما خلال العام، حيث ألغيت نحو 2700 رحلة طيران أمريكية، وتقرر إرجاء أكثر من 6200 بحسب خدمة تتبع الرحلات فلايت أوير التي ذكرت أنه تم إلغاء 5936 رحلة يوم الجمعة. وفي ولاية كنتاكي حذر المسؤولون السكان من الخروج من المنازل، وذلك بسبب عشرات الحوادث الناتجة عن كثرة الثلوج. وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إنه من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة لتصل إلى 13 درجة تحت الصفر في ولاية بنسلفانيا لتتغلب على مستويات قياسية سابقة. كما من المتوقع أيضا أن تسجل مدينة أثينا في ولاية جورجيا وتشارلستون بولاية ساوث كارولينا أقل درجات حرارة، في حين تنتظر واشنطن العاصمة الطقس الأكثر برودة الذي تشهده منذ عام 1989. وكانت مينيابوليس أبرد مكان في البلاد، إذ وصلت درجة الحرارة إلى 14 درجة تحت الصفر. ودفع الطقس قاسي السلطات في أنحاء البلاد إلى فتح مراكز تدفئة في المكتبات ومراكز الشرطة، بينما تسعى جاهدة لتوفير مزيد من المساكن المؤقتة للمشردين.